رجل الشارع ما بيشوفش افلام يوسف شاهين، ما بيحبهاش. هل ده صحيح؟ لانه ما بيفهمهاش. في اكتر من دليدة انتحرت. اختياره لدليدة رايك فيه ايه؟ ابدا، سيزيام جور ده كان بتاعي. بعدين طلعت في دماغه لا هجيب سناء تاني، لا هات هجيب بقى ايه، انكود فودر بقى، ضربه كبيره جاب دليدة. مش دليدة اللي وقعت، هو اللي وقع. سيزيام جور اليوم السادس من أجمل القصص اللي قريتها. يا سلام. بتاع عمري شديد. أمال ليه ما وصلش للناس؟ معرفش، هو مترفع عن العالم ده كله، بيفهموش، يعني بيبقى بيتهته